فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد. أواخر أيام نظام البشير تفاقمت الأزمة الاقتصادية، فضلوا إغراق رئيسها على أن تنقذ في مقابل إنقاذ أرواحهم، وهذا ما حدث. عندما وصل المتظاهرون إلى محيط القيادة العامة للجيش، كان يلفظ نظام البشير أنفاسه الأخيرة. طرحنا على كل القوى السياسية بأنه في الفترة الانتقالية أن كل القوى السياسية لا تشارك بل نترك. ثم انحاز الجيش مرة أخرى لمطالب الجماهير التي رفضت قائده وقت الفريق أول ركن عوض بن عوف. لا يستطيع، لو جوكوز بيدقنه كده يرأسني أنا ما بقدر ذاك. وأذاع البيان المفتش العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وهو شخصية مغمورة لم تعرف له أدوار سياسية أو انتماء حزبي.